أهلا ومرحبا بكم في قناة اقرأ لي كتابا. من منا ليس لديه الكثير من الأعمال المؤجلة التي تحتاج لمعالجة، لكنه يتركها جانبا، وليس من سبب أو عذر إلا الكسل. كثير منا يقع في فخه دون القدرة على إيجاد حلول لتغيير نمط الحياة المتباطئة إلى أخرى تفتقد نشاطا. إن كنت ممن سئم من ذلك ولديهم الدافعية للتغيير نحو الأفضل، فإليك هذه النصيحة. هناك طريقة يابانية تسمى كايزن أو مبدأ الدقيقة الواحدة، وهي طريقة بسيطة يمكنها معالجة الكسل بشكل نهائي إذا ما طبقت القواعد. ما هي طريقة الكايزن؟ هي مصطلح يتكون من كلمتين يابانيتين، وهما كاي وتعني التغيير، زن وتعني للأفضل، وتترجم إجمالاً كايزن إلى continual improvement أي التحسن المستمر. ابتكر هذه الفلسفة الياباني تايشو أهونو، وكان الهدف تطوير قيادة المؤسسات الصناعية والاقتصادية، حيث كان المجال الأساسي لتطبيق الفلسفة أماكن العمل والشركات، لكنه سرعان ما تطور ليشمل جميع جوانب الحياة. فكرة الكايزن تقوم على التخلص من الهدر في جميع العمليات، وهي أكثر استخداماً في عالم الأعمال وتعزيز أساليب الإدارة. كيف تطبق طريقة الكايزن في حياتك لتتخلص من الكسل؟ تستند الفكرة على أن يقوم الشخص بممارسة شيء ما لدقيقة واحدة يومياً، حتى أن أكثر الأشخاص كسلاً بإمكانه تخصيص دقيقة واحدة من 24 ساعة من يومه لفعل شيء ما، فذلك سيساعده في طريقه للوصول إلى هدفه. وبدلاً من الخوف من المجهول، يمكنك وضع أهداف واقعية والتي ستمنحك مشاعر الإنجاز، والتي بدورها ستحفزك على فعلها أكثر وأكثر، وستبدأ تدريجياً بزيادة الوقت الذي تقضيه في إنجاز المهمة التي وضعتها لنفسك. تخصيص دقيقة واحدة لفعل أي شيء يومياً سيجعلك أكثر نشاطاً وسيدربك على استغلال الوقت بشكل أفضل، فلا تستهين بهذه الدقيقة فهي تفعل الكثير. Thank you.